السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب أكون بخير. الجو ساقع معلش، فأنا هتلاقيني متكتك شوية علشان لايكاتكم اللي بتدفيني، أنت فاهمني؟ يعني أنت لو عملت لايك على الفيديو ده هنبسط جدا. وجاي النهاردة أقول لك على حاجة، بمناسبة إن أمشير بدأ حلو، فطوبة كان حنين شوية في بعض الأماكن وكان رخم حبتين في أماكن تانية، وجه في آخر 5 أيام يعني عمل شوية حاجات مش لطيفة. حلو كده، فاحنا داخلين على امشير، وامشير بيقول للزرع الصغير اكبر وسير. حلو كده، فهو ده مثلا كانوا بيقولوه تقريبا، ولو قلته غلط ممكن حد يصححه لي. بس اللي يهمنا لو انت زارع مهاجن في اي منطقه صحراويه من اول خط المنيا لحد الصعيد الصوت الغربي، ودخلت في الوادي الجديد واي منطقه صحراويه وحد بحريه فرفره خارجه داخله، ارجوك في الفترات ديت هيبدا نزول صقيع. فلو سمحت من فضلك بعد اذنك عشان خاطري والنبي اروي الزرع، بس ما بقولكش اكتر من كده. كل انا عايزه من حضرتك ان انت تروي الزرع. ليه انا بقولك اروي الزرع؟ علشان انت لما هتروي الزرع الارض هتدفى شويه. حلو، اللي هقولك بقى اتعامل بمعاملات ومركبات كيميائيه وحط اسمده ومواد عضويه والكلام ده كله، تمام؟ لو تقدر تروي الشجر المهوجني بتاعك كل يوم على الاقل يعني 10 دقائق ربع ساعه، اديله بق ميه، بس بق ميه، مش عايز منك اكتر من كده. يدفى الارض تحتيه ويمنع ان الصقيع يتكون عليه ويحرقه. وما تقلقش لو لا قدر الله حصل اللي احنا خايفين منه، وادينا بدناوه بدري ماشي، لو حصل ونزل صقيع والشجر بتاعك اتحرق عادي جدا، نو بروبلم، دونت وري ماي فريند، بيكوز انه هيرجع يجدد تاني ان شاء الله باذن الله. بس احنا عايزين نلحق الموضوع دوت علشان ما يحصلش مشكله لا قدر الله ونرجع بعد كده نزعل احنا الاثنين، وتيجي تقول الشجر اتحرق. حلو كده باشا، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. من فضلكم اي حد في المناطق الصحراويه اللي اتكلمنا فيها دي او في اي مكان على مستوى جمهوريه مصر العربيه، من فضلك اروي الزرع كل يوم على قد ما تقدر، 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه بالكثير، مش عايزين منك اكتر من كده، بحيث ان هو يدفي الارض تحتيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الساده الافاضل، عملائنا الاعزاء، مزارعينا الاجلاء، زي ما انتم عايزين تسموها، في الواحات البحريه، اجازوا عشان جاي لكم. من فضلكم كل واحد في الواحات البحريه زارع مهاجر، لو سمح رقم تليفون بتاعي هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف، وكمان هيظهر هنا في الحته ده، في الحته ده، ايوه هنا اهو، ادي رقم التليفون موجود اهو. لو سمحت كل يوم من 9 الصبح ل 4 العصر اتصل عليا وقول لي انت فين في الواحات البحريه، حبايبنا اللي احنا بنتعامل معاهم على طول وعارفينهم كده كده احنا جايين لكم، جميل؟ حبايبنا التانيين اللي مش عارفين نوصل لهم رقم التليفون اهو، كلمونا. حلو، من 9 الصبح ل 4 العصر، من بعد الساعه 4 التليفون بيتقفل للاسف، فممكن تبعت على الواتساب شغال طول اليوم معاك 24 ساعه، الواتساب شغال، هرد ما تقلقش. فيا ريت حبايبنا اللي احنا مش عارفين نعترف فيهم في الواحات البحريه يتفضلوا يبعتوا لنا على الواتساب، لان في ناس كتير ارقامها اتغيرت، وفي ناس كانوا مدينا ارقام مزارعي عمال عندهم ومشيوا، فعشان ما نروحش ايه نلف، لان البحريه كبيره طبعا زي ما انتم فاهمين، تمام؟ فتسهيلا عليا وعليكم ابعتوا لنا انتوا فين في الواحات البحريه، وخلي بالك ان الزيارات كلها مجانيه. يلا ادينا بنضحك، زيارات مجانية عشان اخد منكم حاجة، الا بس لو جينا لكم ممكن تسونا شاي وبقوا مية، ولو غديتونا بكتر الف خيركم. جميل، تحياتي ليكم، محمود حمدي. ما تنسوش نروي الزرع الفترة ديت، ارجوكم نروي الزرع، وان شاء الله هنخرج منه زي الفل من الشتاء. وكمان برضو ما ننساش، محدش يقلم زرع دلوقتي، سيبه زي ما هو عشان لا قدر الله واتحرق اهو، مش مشكله، يبقى خد الصدمه علشان ما ينحرقش كله وياثر على القمه الناميه ويبدا يطلع لك فروم الجناب، ونبدا نرجع من ايه نقلم، القصه دي طويله، تمام؟ لو عندك زرع يتقلم ابعت الصور في اي منطقه في الواحات البحريه، ابعت لنا الصور واحنا هننزل نشوفه، واحنا هنجي لك ونشرف على تقليمه، ماشي؟ محدش بيعمل الكلام ده، احنا هنجي لك ونشرف على تقليمه، حلو؟ ما تستعجلوش، محدش يستعجل، والساده حبايبنا الافاضل اللي حاجزين مهاجني استعجلوش، ان شاء الله باذن الله كله هنظبط له حاجته، ماشي؟ اللي في الواحات البحريه يتفضل يبعت لنا هو موجود فين، نروي الزرع وما نقلمش. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.